سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. جبت لكم الفي بحال ديال الباتيسري المبتدئات، سهله وبنينه بزاف كتستحق التجربه. ندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. عندنا 500 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 5 الكيسان ديال العنبه. عندنا الماء ديال الروبيني وقفصه ديال الملح ونص كاس ديال الزيت. نخلطوا كل شيء ونجمعوا العجينه بالماء ديال الروبيني. خاص تكون العجينه قاصحه شويه. نجمعوا العجينه نحطوها في سطح العمل غير شويه، ما كاملاش 15 دقيقه، يعني ما كدلكش. ونجمعوها نديروها في بلاستيكه ترتاح واحد 10 دقائق ومن بعد نخدموها. نغطيوها مزيان باش ترتاح، نحطوها على جنب. دابا ملي ارتاحت كنشدو الزبدة والدقيق ونمدلك. الزبدة على حسب تكون نوعية ديال التوراق. انا استعملت هادي، يمكن لكم تستعملوا اللذة حتى هي المهم تكون ديال التوراق. نشكلوا العجين يكون مستطيل، ما يكونش دائري. تكون الزبدة على حرارة بحرارة المطبخ عفوا. نمسوها بيدينا شوية من بعد نطلقوا العجين. نزيدو شوية دقيق باش نطلقوا العجينة. نطلقوها شوية ونديرو الزبدة في وسط منها ونشكلوها بحال مسمنة. كتجي هاد ملفي هائلة بحال ديال الباتيسري. جربوها البنات ما غتندموش. تناخدو الزبدة تنشكلو بحال الطريقة ديال المسمنة وندلكوها في نفس الوقت، منخليوهاش ترتاح. ونطلقوها تاني نطلقوها ثلاثة د المرات ولا أربعة، المهم نجمعوها. خليكم مع الفيديو. Thank you.
من بعد ما طلقنا العجينة شحال من مرة جمعناها باش تجينا مورقة، تندوز نقطعوها بشي سكين او القطع ديال البيتزا، كل واحد واشنو متوفر عنده. صراحة جات مورقة بزاف، نسيت ما وريتهاش لكم في الفيديو ولكن غتكون كتبان لكم، جات زوينة بزاف. دابا نجيبو طاوة او لاطة ديال الفران، نديرو فيها ورق ديال الزبدة ونطلقو العجينة مستطيل، وهاد المرحلة هي الاهم. نتقبوها مزيان بالفرشيط، مزيان 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 باش ما تنفخش لينا. كما كتلاحظوا في الفيديو كنتمنى يكون كل شيء واضح. نشعلوا الفران على كل واحد واش متوفر عنده، كاين اللي كيخدم ديال الضو، كاين اللي كيخدم ديال الغاز، يكون كلشي علينا قبل. دابا ندوزو للكريمة، عندنا السطر ديال الحليب، 3 المعالق ديال سنيدة، 3 المعالق ديال بودرة الكريم باتيسير عفوا، تخلطو كلشي بالخلاط اليدوي باش ما يلصقش لينا، ونديرو فوق عافية مهيلة مع التحريك. من بعد نخويه في شي زلافة او في شي حاجة، المهم باش يدفى لينا باش ندخلو التلالة. نجيبو بلاستيكة، نديرو شوية ديال الزبدة عفوا نسيتها، معلقة ديال الزبدة، نخلطوها مزيان. من بعد نجيبو البلاستيكه، نحاولو نضغطو بيدينا باش ما يدخلش ليه الهواء، وتكون فقاعه ديال الماء. نخليوها شويه تدفى حيت تكون سخونه في هذه اللحظه، تدفى شويه ندخلوها للثلاجه باش تبرد، وندوزو نكملو المراحل. من بعد ما طابت لينا لاباط، هي كتجي غزالة،
وشيشة من بعد ما طابوا ليا كاملين. دوزو ناخدو الكريمة خرجوها من التلاجة بعد ما بردات، هي كي كتجي زوين بزاف. كنشدو لاباط ديالنا الاولى، نخويو عليها الكريمه ونوزعوها بالتساوي، نقطعوها في الجوانب. اسمحوا لي بعدا في الاول بغيت نقول نحطوا العجينه في هذا في سطح العمل، ندلكوها شويه مدلكش مزيان، غير واحد 15 ثانيه، وانا نقول 15 دقيقه. كنعتذر على الغلط. نفس اللفة التانية نوركو عليها شوية باش تماسك لينا. ونخويو الكريمة اللي باقية، نخويوها كاملة ونوزعوها. نوزع الكريمة ديالنا بالتساوي، نقدوها مزيان. حاولت ما نسرعش الفيديو باش كلشي يفهم بالتدريج. من بعد ندوزو الكلاصاج، عندنا سكر كلاصي وخل وبياض بيضة. نخبي كل شي في إناء ونخلطو بالطرب الكهربائي مزيان حتى نتحصلو على كريمة بيضاء. كلاصاج بيض كما كيبان لكم في الفيديو. نخويه على الطبقه الثالثه، عفوا، وداكشي اللي بقى ليا من الكلاصاج ندير ليه شويه ديال الكاكاو معلقه تقريبا، ونخلطو ونديرو في شي بوش ولا ميكا ولا شي بلاستيكه. نديرو به خطوط هكا، ونهزو الكيودون نديرو به الخطوط ديال ميلفي اللي كلشي كيعرفها. وها هو الشكل النهائي. كنقادو الجوانب بسكين باش يتقاد لينا كل شيء. نخليوها تبرد شوية باش تمسك لينا، صراحة كتجي هائلة. وبالصحة والراحة، كنتمنى تكون عجباتكم وتجربوها زوينة الكوتي زوينة للدراري الصغار. كنتمنى تعجبكم، شكرا على المتابعة، وما تنساوش ديروا ليا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس
باش يوصلكم كل جديد.